السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دلوقتي هنزل معاكم وصفة جميلة جدا 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 وطعم خيال. اذا كنت زهقتوا من طرق الدجاج التقليدية ان شاء الله جربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا. طريقة سهلة وبسيطة وطعمها خيال خيال خيال. ان شاء الله شوفوا الفيديو وقرروا وقولي رأيكم في الكومنت. طريقة الدجاج بالسمسم والعسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هعمل معاكم زي ما اتفقنا وقلنا، لو محتارة تتغدي ايه او تعملي غدا ايه او زهقتي من طرق الدجاج التقليدية، تتحمري تسلقي صينية الحاجات دي كلها، النهارده هعمل معاكم الدجاج بطريقة خطيرة. بس أول حاجة ما تنسوش اللايك يا بنات، اللايك اللي هو كده اللي تحت الفيديو، تمام. هنعمل النهارده الدجاج بطريقه خطيره جدا بالعسل والسمسم والصويا صوص بالفرن. ازاي؟ هنشوف ازاي. لا هنحتاج لبصل ولا هنحتاج طماطم ولا هنحتاج حاجه، والبهار بتاعي الاساسي اللي هيكون اللي هو الصويا صوص. الصوص لو ما عندكيش صوص الروسيستر عادي، اي صوص عندك، صوص باربيكيو اي صوص، وممكن يستغنى عنها بس هو اللي هيطعمها يعني. بس انا اساسي النهارده السمسم والعسل و معلقه كده تاني من دبس الرمان، من دبس التمر. وزي ما قلنا مش موجود عادي جدا زودي العسل، بما اننا النهارده هنعمل حاجات بعسل كتير وسمسم اعمليها دي. عندك السمسم والعسل كده مدوبين مع بعض، هتركنيهم على جنب. وهنا انا خلطه في الخلاط توم مع فلفل حار اخضر وليمون شويه ولا اله الا الله وشويه خل، وطبعا متبلات بكمون، شويه كمون وشويه ملح وواحده جنزبيل صغيره بشرها معاها كده، تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هحتاج ان انا طبعا قلنا صويا صوص، والطاوه بتاعتك تكون سخنه، هتحطي فيها شويه اويل او اي ماده دهنيه انت عايزاها، تمام. وهتاخدي الدجاج بتاعك طبعا يكون متقطع كده ارباع ونازعه منه الجلد، او قطعيه تقطيع اللي بتحبيها يعني، وابدأي بالشوكه خرميه كده، تمام. هنمسك بالشوكه نخرم كله علشان تدخل فيه كل التتبيله ويبقى طعمها مسكره من جوه جدا، من هنا ومن هنا، ماشي حبايبي. اكله سريعه سهله للي بتداوم، عاوزه تيجي في ثواني هتعملها، حتى لو تتبليها من بالليل وتبس تيجي تحطيها في بالفرن، ماشي. هنبدا ناخد ايه؟ ناخد التوابل اللي احنا حطيناها دي هنا، الثوم والفلفل والحاجات دي كلها. وزي ما قلت انا مش هحط اي حاجه الا بس هزود ملح شويه، لان التوابل الاساسيه السوائل اللي انا هحطها، وممكن رشه فلفل اسود مفيش مشكله، رشه بسيطه قوي، لكن توابل دجاج توابل لحم مش هحط، بس كده مش عايزه حتى فلفل اسود يعتبر كتير. وابدا ادعكها كويس قوي كده وتدخلي، وانت بتدعكي بصي اضغطي كده دخلي التتبيله جوه، تمام. هو الافضل بقى ان انت تنقعيها في التتبيله لمده نص ساعه او ساعه عشان تبقى شاربه منها كويس جدا، او تعمليها من قبلها بالليل. بس انا عندي الطاسه سخنه هنا، صاحيه مثلا مش عارفه اعمل غدا ايه محتاره، على طول بتقدري تعمليها، تمام. هتبداي تنزلي فيها كده بسم الله اهي، وبقيه التوابل هتحطيها عليها وهتخلي نارك عاليه، وهنسيبها لمده 5 دقائق و10 دقائق ما تتحرق. دلوقتي حبايب قلبي هنشوف مع بعض هنعمل ايه. انا جهزت ديت اللي انا هدخلها في الفرن فيها، حطيت كده فيها فلفل من ده اخضر على الجوانب بس لكسر اللون مش اكتر يعني، ممكن استغناء عنه، وانا عشان التصوير كمان، لكن ممكن استغناء عنه خالص، تمام. وعندي هنا العسل مع معلقه دبس التمر مع ده السمسم، وهنا عندي دي هفتح عليها بقى خلاص. بصوا بقى حبايبي اهي، شوفوا شكلها، عاوز اقول لكم ريحتها رهيبه رهيبه رهيبه. هعمل ايه؟ هتاخدي واحده واحده من دي كده وتنزلي بيها هنا في الطبق، تغمسيها كويس في الايه، في العسل والسمسم، شايفين؟ تغمسيها كويس من كل ناحيه، تمام، عشان تاخد ايه نكهه العسل والسمسم تكون شاربها، وتشيلي وترصي هنا، ونارك عالية على الصوص بتاعها اللي نزل منها مع الخلطة اللي احنا مرتبينها عليها، وتغمسيها كده كويس.
وطبعا هتكملوا بالطريقة ديت الدجاج بتاعكم كله بنفس الطريقة. بقى شكلها بالمنظر ده، تمام. هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ شفتي هنا في الصوص ده هتاخدي صويا صوص شوية، تحطيها هنا حوالي فنجان صغير، ده ما كملش فنجان، انا هحط شوية زيت، تمام، حوالي فنجان صويا صوص وشوية من الصوص، اي صوص عندك، سواء روجستر باربيكيو، اي صوص عندك، مش لازم صوص روجستر يعني. وورشستر، وورشستر اهو، شوفوا صوص ده او باربيكيو كده كويس، تمام. محتاج تاني على فكره من الهيرث شويه، ممكن نضيف هنا عليها كمان على الترسي ده، وهاخد الصوص ده اللي انا قلبته معاكم هناخده كده، بسم الله، شوفوا هناخده كده حبايبي، وهننزل بيه هنا على التشيكن بتاعنا وعلى الفرن، شغالين الشواية، مشغلين الفرن من تحت ومن فوق لمدة ربع ساعة، وهنطلعها نشوف شكلها خطيرة حبايبي. خلاص شايفين شكلها، بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل ازاي، والصوص بتاعها فظيع ازاي، خطيرة خطيرة مغموزة كويس بكل الخلطة دي، وهدخلها الفرن. بس هاخد العسل ده مع السمسم الباقي هحط هرشه على كل واحده على الوش، وعلى الفرن ربع ساعه درجه حراره عاليه على فكره، وهنطلعها نشوف شكلها. جميله قوي 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 ازاي، فظيعه، تهبل ولونها جميل ولزجه جدا 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 بجد، هتعجبكم قوي الوصفه، هتعجبكم اكتر 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 ما تتخيلوا. بس انا حابه اوريكم شكلها، طبعا لو عاوزينها محمصه اكتر من كده خلوها، بس انا عايزه اوريكم الصوص بتاعها جميل ازاي. تقدري تقلبيها بقى كده تحمشيها من الناحيه الثانيه، او تخليها بصي شاربه ازاي من ورا، فظيعه فظيعه فظيعه. وعاوزه اوريكم كمان الصوص بتاعها جميل ازاي، معايا شايفين دي بقى تاكليها مع رز او مع معكرونيا، وتحط الصوص ده عليها بجد خطيره، او بخبز، يا سلام دي مع خبز رهيبه رهيبه رهيبه، رهيبة اكتر من رائعه. يا رب تكون عجباكم، واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش لايك 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 وسبسكرايب، وانشروا الفيديو على كل الناس اللي حواليكم.